في تغريدته إن شاء الله أخبار مفرحة عن عودة الرياضة الكويتية، ومثل ما قلت سابقا هذا أقل ما نقدمه لأبونا الشيخ صباح، والشكر لسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعمه لي في هذا الملف. أبو عبد الله، أيضا اليوم سمعنا أخبار وأن الفيفا يعني سمح بعودة الرياضة الكويتية من جديد، وهذه التغريدة أيضا، وهذا يعني مساعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ في حل هذا الموضوع، كيف تقرأ المشهد؟ والله شوف، طبعا نبارك للكرة الكويتية وللرياضيين في الكويت عودة النشاط وعودة الكويت إلى المنافسات الدولية. هذا طبعا إلى الآن ما في شيء رسمي، يعني هو اقترب. شوف يعني اذا ما اعلن اليوم، بس انا اتوقع انه خلاص يا فهد ما تطلع اخبار زي اخبار ومؤشرات عودة الكرة الكويتية الا انه هناك طبعا تطمينات وتم بايش حلحلة بعض الامور. احنا فرحين جدا لكل خطوة فيها مصلحة اي دولة خليجية عودتها الى الحضن، سواء رياضيا او سياسيا او اي امر اخر. دائما نكون سعداء بالخطوات اللي تكون ايجابية واللي فيها يا فهد احيانا انك تدخل كوسيط وتدخل كضامن في بعض الامور، هذا شيء ايجابي بالنسبه لنا كخليجيين. ولكن للاسف، انا اقول لك للاسف، ظهرت بعض الاصوات صراحه اللي تقول لك لا والله مو فرضا ما تم الحل من قبل فلان ولا من جهه معينه، ولكن من جهه معينه اخرى، من دوله ثانيه. يا عمي نبارك لاي خطوه، انقصت من دولة ثانية يعني؟ اي نعم، يعني البعض، انا لاحظت اليوم البعض يعني حاول يلمح، بس كنا لهم كان لنا برضو لنا موقف. احنا شفنا يا فهد اجتماع سعادة المستشار مع مين؟ مع رئيس الاتحاد الدولي. صحيح، يعني جلسته معاه يعني شرب شاهي، بس في اشياء برضو لابد انك انت تقراها وانت قاعد تتابع الاخبار وتتابع هذه الامور، ان هناك مساعي. فلذلك نقول أي خطوة فيها مصلحة لأي دولة عربية خليجية احنا أو إسلامية احنا معاها وندعمها دائما، وندعمها ولا ندقق برضه ولا نحاول نسقط ونحاول نشخص على بعض.